جمال الطبيعة وروعة المكان، أغنية متجددة في جبال أجا في عروس الشمال، لتعيدنا لأجواء الفن الطلالي الأصيل عندما غنى في حال. يا نسمة الوادي يا وردة بلادي، حايل رضا الشام يا نرجس وكادي، حي جبل شمر الزهر أجمل المنظر يا مرجان الأخضر حايل. إنها لا ما يا سادة إحدى أجمل المواقع الجبلية القريبة من حائل والمستعسرة الزيارة، نظرا لوعورة الطريق وصعوبة الوصول إليها قبل أن نصل إلى مواقع العيون والخضرة والجمال الطبيعي. والله صراحة ما شاء الله عليه، مناطق ما شاء الله خلابة جدا وما شاء الله، لكن مشكلتها ما فيها استثمار بحد ذاتها. والمدهش حقا أن المنطقة الواقعة كمحمية طبيعية خاصة تعتبر من أكبر المحميات الطبيعية بالمنطقة، نظرا للمساحة الكبيرة وطول الطريق الجبلي الوعر الذي قطعناه للاستمتاع بكافة المواقع والمناظر التي أبدعها الخالق. امتزجت المشاعر بين الفرح والحزن، الفرح الأماكن الخيالية هذه والرائعة والتي أبدعها الخالق سبحانه، الحزن أنه لم تصلها أقدام المواطنين، لأن مثل هذه الأماكن هي بالفعل مشروع سياحي قائم بدون احتياج لأي بنية تحتية. هذا الطريق اللامي، هذا طريق صعب، صلحناه على حسابنا ونخل وعيون كل شيء، ويهلا بكل زائر إن شاء الله. تضاريس متنوعة وتبقى حائل، أخت الجبال وبنت القصيد. عبد العزيز العيادة، الإخبارية، حائل.